العالم الكبير توماس أديسون ليه حكمة لو تأملت فيها هتغير لك تصرفات كتير في حياتك. بيقول كثيرون من الناس لا ينتهزون الفرص لأنها تأتي متخفية في صورة مهام. العنوان اللي بتديه لكل موقف في حياتك بيفرق جدا في رد فعلك مع الموقف ده. عشان كده جميل انك تسمي كل موقف بيحصل لك بالاسم السليم ليه. في مهام كتيرة هتتفاجئ انها اتقلبت لفرص ارتقاء وتطوير وابواب لاعمال صالحة لو فهمت ان المهمة دي فرصة. مش هنسى قصة صاحبنا اللي غاب زميله في القسم المجاور ليه والمدير كلفه بشغله وشغل زميله. هو كان متكدر وبيشتكي لكنه بصراحة كان راجل وقام بالشغلانتين ما خدش باله. ان دي كانت فرصة متخفية في صورة مهمة على رأي أديسون، انه بدأ يزود وسعه ويضيف لمهاراته وقدراته لغاية ما جات له فرصة شغل في شركة شبيهة وكان الشرط إجادة الوظيفتين دول وبضعف المرتب. تفهم ساعتها كلمة الفضيل بن عياض اللي كان بيبص للسائل إن هو مهمة إني أقضي حاجة هذا السائل لكنها فرصة ارتقاء بين يدي الله. كان يقول نعم السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. فكان ينظر لمهمة قضاء حاجة السائل إنها فرصة ارتقاء بين يدي الله. تعب الوالد دخل الإنعاش شهر، اتلمت 3 إخوات بنتين وولد يتناوبوا في رعاية الوالد والبيات معاه، وكل واحد فيهم أنفق جزء من مدخراته على حساب المستشفى، وكل واحد فيهم كان بيحكي على حدة كده لحظة ما ابتسم الوالد وقال له أنا تعبك معايا، لو رحت لربنا هقوله أن أنا راضي عنك. هي كانت مهمة ومهمة مش سهلة، لكنها كانت فرصة البر العظمى بين يدي الله. عشان كده ربك يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ساعات بتبقى المهام اللي بتلقى على كتفك وسيلة لارتقاء في الدنيا ومع الله. ساعات بتحصل حالة وفاة لأحد الأصدقاء هي أنك أنت تشوف المشهد ده مهمة، أنك تساعد في الإجراءات والوقوف جنبه في كل خطوة، وفيها فرصة لإثبات صدق المحبة والمودة. مهمة إخراج أحد المقربين من كربته فرصة لإفناء جزء من العمر والمال في أحب الأعمال إلى الله، وهي تفريج كربات الناس. عشان كده لما تحصل لك حاجة صعبة في حياتك فيها مهمة محتاجة مسؤولية لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. كم واحدة في الدنيا جوزها توفي أو انفصل عنها وقرر يبطل يصرف عليها والعيال، فعاشت هي وأولادها زي الأرملة وعيالها زي الأيتام. دي مهمة صعبة، لكن انت هتبقي الراجل والست. لكن خدي بالك هتخشي جنب سيدنا النبي الذي قال أنا أول من يحرك حلق الجنة فأرى امرأة تزاحمني بأكتافها فأقول من أنت وما لك، تقول أنا أرملة قعدت على أيتام لي. فكانت مهمة أنك تربي العيال بشخصية الراجل والست، لكنها كانت فرصة بجوار سيدنا رسول الله في الجنة. فلو جات لك الفرصة متخفية في صورة مهمة اقبلها واحمد ربك عليها واستعن بربنا وهو المعين سبحانه وتعالى على تحمل مسؤوليات الحياة. فاللهم يا رب أعنا على ما كلفتنا به واشغلنا بما خلقتنا له، وأفني أعمارنا في حمل أمانتك التي شرفتنا بها.